قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا لئنك له الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وهم لا يشعرون. قالوا لئنك له الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم وهم لا يشعرون.
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Or death!